تطبيق زوم مباشرة أستاذ القانون والسياسات الخارجية في كلية باريس للأعمال ودراسات العليا الدكتور محي الدين الشحيمي. صباح الخير لإلك. صباح الخير بما لحضرتك والمشاهدين. بداية بدنا نحكي عن الحرب الدائرة في غزة وحاليا في الضفة الغربية وأيضا المجزرة أو العدوان الذي شنه الجيش العدو الإسرائيلي على جنين. يعني نقول أنه بات واضحا أنه نتنياهو لا يريد التوصل إلى اتفاق ويفشل دائما المفاوضات. وآخر يعني فينا نقول أنه كتبت جريدة الأنباء بات باستمرار الحرب بأهداف بات الكل مدرك لها، خاصة بعد اتخاذه من اقتراح الانسحاب من محور فيلادلفيا ذريعة لتعطيل المفاوضات مجددا. يعني كل هذه الأسباب تعطل المفاوضات وأصبح العنوان واضح، نتنياهو يريد أن يكمل هذه الحرب ولا يريد وقف اطلاق النار. برأيك ما هو اليوم التالي للشعب الفلسطيني؟ ما الذي ينتظره في الأيام المقبلة؟ هل هناك فعلا ممكن التوصل إلى تسوية قبل الانتخابات الأمريكية اللي صارت قريبة؟ من خلال الاحداث اللي عم تصير وكانه ما في يوم تالي، ونتنياهو هو المتعنت المجرم الذي يجري الى الامام. يعني بالفتره السابقه كنا عم نشوف مثل لعبه نكسارين فيلادلفيا الى ما هنالك. هلا انتقلنا لنقطة ثانية مختلفة جدا، وخصوصا باستعار يعني والساحات بالضفة الغربية. هذه كلها بتؤدي لنتيجة وحدة، انه الجانب الوحيد اللي ما بده ينهي الحرب هو نتنياهو. صار مستفز وصار عم يبتز حلفائه بشكل واضح وعلني، خصوصا بالفتره الاخيره حسب ما شفنا من الاداره الامريكيه، اعلان الرئيس الامريكي واعضاء من الاداره الامريكيه انه صار في اتفاق اطار نظري لوقف اطلاق النار، ويلزمه بعض التفاصيل الصغيره والشروط بتنفيذه. طلع التصريح من جانب الكيان الاسرائيلي، الحكومه الاسرائيليه، من على لسان نتنياهو وعلى لسان غيره، انه ما في مش مضبوط، ما في اتفاق، وبعد ما صار شيء. هذا كله بيعطينا محصلة واحدة، انه ما حدا عم يقدر يضغط على الكيان الاسرائيلي، على نتنياهو وعلى الحكومة تابعيته، وخصوصا الاطراف اللي هي اساسا فيها تقدر تضغط وفيها تقدر توقف المعركة الدائرة وارتكاب الجرائم واستهداف المدنيين، ويعني الاستكمال لمشهدية القضاء على الشعب الفلسطيني. يعني تبين من نتيجة هيدي الحال الواقع اللي عم نشوفه من بعد 7 اكتوبر، انه هي مش فقط القضاء انه حرب ضد حركة حماس، ان هذا حرب، هيدي حرب ابادة ضد الشعب الفلسطيني، وهي مستكملة. وكأن عند نتنياهو خطط باطنية هي الأساسية، وهي بعضها معروف، انه عملية ترحيل، اما عمليه تفريغ قطاع غزه تحت الضغط وعلى مراحل، وعم يحاول يستفيد من كل الثغرات، التخبطات الاقليميه والدوليه، من ضعف الادارات حتى على المستوى الدولي ما بين اوروبا وبين امريكا، خصوصا الاداره الامريكيه واللي هي يعني حاليا بمرحله، يعني بنهايه مرحله وبدايه مرحله جديده. هي اساسا بمرحله، يعني بالسابق قبل دخولها على توقيت الانتخابات الرئاسيه ما كانت قدراني تقوم بشيء، يعني كانت حركيتها كلها حركيات صامته، خلينا نقول بلا اي مفعول، وكانها كان اكثر مد اعلامي لاعطاء زخم لشعبيه الاداره الامريكيه لخدمه الاستحقاق الرئاسي الامريكي، اما لخدمه يعني تغيير مشهديه وواقع الحرب الدائره في فلسطين المحتله ما كان عم يصير اي تغيير، وهو الى الان ما زال يعني معطلا ومشلولا. حجج كثيره، يعني بلشنا بحجج المعابر، سواء كان فيلادلفيا، صلاح الدين، سواء واذا دخلنا اكثر بالحجج بنشوف الحجج يعني نوعيه الوجود الاحتلال الاسرائيلي من حيث العدد وحيث العده والى ما هنالك، وصولا اذا الى حتى يعني المراحل الاساسيه اللي كانت عم تحكم الاطار النظري اما
الاطار الدبلوماسي لوقف الهدنه، يعني كيفيه تسليم تسلم الرهائن والعدد والى ما هنالك موضوع، هذه كلها يعني وكانها كانت مش اكثر انه ملهات اعلاميه من خلالها عم يستفيد منها نتنياهو كل فتره عندما يوجد انه صار انه بنهايه مرحله من مراحل انه بده يكون في شيء توافق، كان عم يشتري حجه حتى يرجع لساعه الصفر، لانه هو اساسا عم يستعمل المفاوضات للوصول لهدف اساسي له، وهذا هو الشيء هو لهلا هو المستمر. لذلك اذا بدنا نكون اكثر واضحين وصريحين، ما في لهلا يوم تالي، ما في اي تبشير لقرب انتهاء هذه المشهديه، خصوصا مع انتقال يعني تحول الصراع الى خارج من خارج يعني الى الضفه الغربيه، مش اكثر انه عمليه اماطه وقت، وكانه عم يستغل الاداره الامريكيه وعم يحاول يعمل ضعف للاداره الامريكيه الحاليه وضغط عليها اكثر. إذا فينا نحكي شوي سريعا عن الملف الرئاسي وعن الاجتماعات اللي عم بتصير، لودريون في السعودية وملف الرئاسي على طاولة البحث، كتلة الاعتدال تتحرك مجددا، اللجنة الخماسية ستعاود حراكها أيضا قريبا، كل هذه اللقاءات والاجتماعات تشي بأنه نحن قادمون على مرحلة من التفاؤل، هل فعلا نحن صرنا قراب من هذه المرحلة وأنه فعلا رح يصير شيء جدي حول هذا الملف، أم سنعود إلى الحلقة المفرغة كالعادة؟ إذا بدنا نترك شوي البروتوكول من حيث الشكل، سواء بكيفية اللقاءات، نوعية اللقاءات كانت خماسية، ثنائية، ثلاثية، بالعلن، بالكواليس، خلينا نحكي شوي أكثر بالمضمون. الخماسي والحديق الخماسي دائما كان جدي، عدم الجدية هي من الأفرقاء اللبنانيين. الخماسية دائما كانت يعني عم تقوم بمهامها وهي واستمرت بالمبادرات والتحفيز، ولكن وخصوصا لكن خفتت شوي بالمرحلة الماضية بسبب يعني تغير أما انحراف الأولويات، وخصوصا في لبنان أنه صارت الأولويات أمنية والأولوية صار أكثر لمنع انتشار الحرب وشموليتها وتعزيز الساحة اللبنانية، إنما هذه اللقاءات ما توقفت. الشيء اللي هي اللي صار نقطة تحول بالمرحلة الأخيرة وهي عملية تمديد لقوة الطوارئ العاملة بالجنوب اللبناني وهي اليونيفيل، هذا بشكل لأن التمديد لليونيفيل ما هو تمديد أنه بس فقط لقوات طوارئ دولية بشكل مجرد، أبدا، هو التمديد هو تكريس لستاتيكو الموجود في لبنان، الشرعية الأممية الموجود في لبنان من جنوب اللبناني، واللي هو بيحكم الشرعية مع الشرعية اللبنانية، هو الآن المعاون والشريك مع الشرعية الوطنية الحكومي على ما هو عليه من دون أي تبديل، من دون أي تغيير، من دون أي تعديل بالصلاحيات، لا من حيث المضمون بالشكل. هذا الشيء فتح الباب أكثر على مشهدية اليوم التالي لأي تسوية مرتقبة لبنان بده يكون يعني قادم نحوه، ولازم يكون لبنان جاهز كدولة طبيعية. جهوزية لبنان من دولة طبيعية تعتمد على نقطتين اثنتين، الشرعية الأممية وهي أنه لبنان يكون ممتثل ومتعاون مع المنظومة الدولية، وخصوصا أنه تنفيذ القرارات الدولية، والشرعية ومن النقطة الثانية هي تنفيذ وأن يكون دولة طبيعية من حيث السيادة والشرعية الوطنية أي ومدخلها الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية. هذا واهم معيار ومعبر يعني للحركه المتجدده اللي عم نشوفها هو ما في مبادره جديده، هو اعاده تحفيز للحراك اللي هو اساسا كان مستمر بالكواليس ولكن اصبح الى العلن عبر نقطتين اساسيتين من خلال يعني اشارتين كثير مهمين، اشاره الوطن الداخلي المحليه انه اغلبيه الافرقاء في لبنان تريد تطبيق 1701 وتريد انتخاب رئيس
الرئيس بشكل عاجل. هيدي على المستوى المحلي. على المستوى الإقليمي والدولي، الأجواء يعني المغازلة ما بين النظام الإيراني والإدارة الأمريكية حول استمرار نفس وتيرة العلاقة اللي هي عم تحكمهم لسبب الاستمرارية طاولات المفاوضات وإلى ما هناك، هذه بتعكس انفراجات على الساحات الإقليمية المتفرقة ومنها الساحة اللبنانية، وهذه هي اللي يعني شافت فيها الخماسية إنه من الممكن إنه لبنان إنه يقدر يستفيد بخرق، وإنه إذا استغل صحيح بطريقة طبيعية وبطريقة مؤسساتية بطريقة توافقية من دون يعني من دون تغليب أي فرقة فرقة محلية لبنانية على الأخرى، ومن الممكن بجدية لبنانية نوصل لرئيس. نعم، شكرا لك دكتور محي الدين شحيمة.